ضربة البداية. وتتنقل الكرة ل انجورانو، ده لعب مع الفريق اللي جه الباك الشمال دوت مع اخر فريق اوماني جه الباك الشمال انجورانو رقم 4 على ميوب، علي شحاته، محمد عمر، وفاول على محمد عمر. ضربة حرة مباشرة تتلعب على طول لانجورانو لهاجي رقم 11، وبيهاجموا علي شحاتة، يعدي هاجي وتتنقل الباك اليمين رادينك، ويلعبها حلوة واحلى جوه الجون، هدف سريع لرومانيا. هنشوف رقم كام اللي جاب الجون. دقيقتين من هدف او من هجمه سريعه، طلع الكابتن ابراهيم يوسف ونزل مكانه اشرف قاسم، وهاجي رقم 11 عامل شغل كبير قوي، رقم 11 هاجي بيتحرك في كل اهو، ويلعبها لناصر يطلعها يور جليسكو. اي كره عاليه هتبقى من نصيبهم لانهم بيلتحموا، وكره مع خطيب، ولعبة حلوه 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 على طول، طارق طاهر ابو زيد يحط هدف التعادل بتمريره ماكره ورائعه من صدق النص الجون بتاعها. ونمره 2 واقف فاضي، وهنشوف هم هيلعبوها مع بعض ازاي، ولعبها في الحته الفاضيه. مجدي عبد الغني على ميهوب بيجريوا على شحاتة، يعكسها حلو الخطيب، ياخدها مباشرة، ياخدها مباشرة انما بوش الرجل وبنومته اللي هي للحكم، وواحد منهم على طول وحشيطة. هنشوف ومن فوق الحيطة رقم 9 عالية، تبقى ضربة مرمى لمنتخب، وربيع سابه يستلم فهيلعب الاوفر مظبوط، وكورش رقم 7 ولاعب طويل وبيلعب لعبة كويس، وفايدة لمحمد عمر واشرف، والمفروض الاثنين يلعبوا عليه، و مصفر محمد حافظ، معرفش مصفر ايه. ربيع ياسين ياخد التمريره من الخطيب ويلعب كوره عرضيه حلوه 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 حلوه، انما جمال عبد الحميد يمررها على وش رجله بذكاء جميل، لسوء حظه تخبط في القايم زي ما شفنا وتطلع، طلعها يورجليسكو تروح لربيع مره ثانيه، هيبقى على يمينك والفريق ومنتخب رومانيا على شمالك، ولعبة حلوة من الخطاجي رقم 11 ماشي هاجي، ويلعبها أمامية ومعاه ربيع ياسين، ويقع على الأرض ويحسبها الحكم الدولي إبراهيم محمد حافظ ضربة جزاء، ومفروض ما فيش اعتراض، ضربة ديسكو وبرجله اليمين ويحطها جامدة وحلوة على شمال ثابت ليتقدم منتخب رومانيا، وبيعملوا حيطه من هنا حيطه من اثنين، وداخل مجدي عبد الغني وبيشوط حلوه حلوه، انما مراره طاير عليها. جمال عبد الحميد على ميهوب، ناصر التليسي يطلعها على طول موفيلا للخطيب، وعاوز يشوط وعاوز يهيئها وماشي، ولسه برضه ممكن يعمل اي حاجه ويقلبها، ومجدي عبد الغني وبوست اثنين، ومصفر محمد حافظ ضربه جزاء وبرجله اليمين، وينيم الجول على الشمال ويلعب وبايده على طول لناصر، وبيجري له ربيع المفروض يديله لعبها لطاهر يغمزها، انما برافو طاهر، لو الجول طالع خطوه كان ممكن. الخطيب وحلوه، مين هيلعبها؟ يلعبها مرارو وتروح لمجدي، ومحمد عمر يحط دماغه وتطلع الكوره بره الملعب اوت. لو تلاحظوا الوقت الباقي والحكم الدولي محمد حافظ يصفر بانتهاء الشوط الثاني والمباراه،